بعض الأحيان نتفاجأ من الناس اللي مقبلين على الزواج وهم يبغون يتزوجون، يمكن حتى الخطط اللي قبل الزواج تكون إنه وش بنجيب، كم بنجيب عيال، وش بنسميهم، صح. ولا ما يفكرون وين مدارس، ما مدارس، أهم شيء كم بنجيب عيال وش بنسميهم، إنه وين والله مدارس بتحطهم، وين خاصة ولا مدارس. بتوديهم، وين الأشياء هذه ما يفكرون فيها. بس دائما الحماس هذا يقل فعليا ويجيهم اكتئاب بعد ما هم يجيبون الأطفال. اليوم راح نتكلم عن هالموضوع أكثر، وليش بعض الآباء والأمهات يجيهم اكتئاب بعد ما يجيبون الطفل الأول. أكيد مع الأستاذة زكية الصقعبي، حياك الله. الله يحييك. هلا وسهلا. هلا فيكم. ليه فعلا أنا أعرف أن الأمهات يجيهم اكتئاب ما بعد الولادة، فإنه قبل الولادة ما تعرفين يعني وش جالس يصير فيهم بالضبط، هل ما في تخطيط، هل ما في مثلا أشياء مبدئية يهيئوا نفسهم إنه بيجينا أحد بنتحمل مسؤوليته، والآباء بالذات ليش يجيهم اكتئاب؟ يعني هو الزواج هو شراكة بين اثنين يعني في الأصل. إذا هي يعني مثلا دخلت في الزواج على طول وصار الإنجاب على طول بعد الزواج مباشرة، يصير في نمط يعني تغير دخل عليهم يعني جديد. أوكي. يمكن بعض الناس ما تقدر تتأقلم، يعني ما تقدر تمشي مع النمط هذا، ويبدأ يصير عندها ردود أفعال، وأهم رد فعل اللي هو الاكتئاب شوي وعدم الإحساس بالمسؤولية إلى حد ما يعني نقدر نقول. جميل. يعني أستاذة زكية، احنا بنشوف كثير سواء كانوا مشاهير سوشيال ميديا او اشخاص الحين مثلا من معارف من الاهل والجماعات، انه لما يجوا يتزوجوا مبسوطين والحياه حلوه وتمام، لكن لما يبدا الموضوع في الجد، يبدا انت هتروح تشتري حفايض، هتروح تجيب حليب، ما هتنام في الليل، هتبدا هذه الامور. ايوه بالضبط، هتبدا هذه الامور على راس الاب، غير انه الام مثلا في شيء ما هتقدر تتصرف فيه، تصير هي تبكي، فيصير كمان الاب ما يعرف مين يسكت وقتها، يسكت الطفل ولا يسكت الام. من جد انا اقول لك هذا عن واقع تجربه الله وكيلك. فهل هو السبب الرئيسي في الموضوع ده انه المسؤوليه هي اللي تخلي الزوج والزوجه يكتئبوا؟ هل هو المسؤوليه او شيلان المسؤوليه تاثر اكثر على الاب؟ لا، هي يعني هو اساسا الزوجين، يعني تخيل انت خليها زي السيناريو، يعني تشوفين الزوجين بعد ما يتزوجون ما في تقرير، ما في قرار، ما في تخطيط، الام من جهه والاب من جهه، والعائله قاعده تقرر لهم تقول لهم يلا جيبوا اولاد وكذا، جابوا الاولاد ما في تخطيط، يبدا يصير عندهم اضطراب يعني من ناحيه مين اللي راح يشيل المسؤوليه، مين اللي راح يتحملها. فتلقين مثلا الام تتطلب متطلبات خلال الولاده اوفر، زياده عن اللزوم. زي يعني زي مثلا بعض المظاهر اللي تصير في الاستقبال، في هذه الاشياء تكون مش من نطاق يعني تحمل الزوج من ناحيه النفقات. نعم. او حتى المستوى الاجتماعي ما يتناسب مع المتطلب هذا، فتلقين انه صار شوي كذا زي نوع من الصراع يعني بين المطلوب وبين اللي احنا نقدر نقدمه يعني. فيبدا يبتعد شوي الرجال، يبتعد شوي شوي، يخلي المسؤوليه على الزوجه. أيه. خلاص انت استلمي كل حاجه وسوي كل شيء، هو بس يدفع فلوس مثلا، يعطي مثلا بيدفع او ما يشارك اصلا، ما يشارك. في بعضهم في بعض الازواج يشاركون بمحبه في التربية. حتى لانه هو يحب زوجته ومبسوط وفي طفل جاي فبيشاركها بكل حاجه. نعم. حتى زي ما قلتي بالبامبرز او اي شيء، اشياء بسيطه يعني بينهم. نعم. لكن في بعض الازواج لا، يسحب نفسه شوي شوي لانه مش قادر يتصور السيناريو حق مسؤوليه تربيه الطفل. عرفتوا كيف؟ يسحب نفسه شوي شوي، فتلقى نفسها لحالها تبدا تصير المتطلبات اثقل لانه ما يشارك. حلو. طيب بس احنا عشان نوضح، ترى في فرق ما بين الاكتئاب المرضي والاكتئاب العرضي. احنا قاعدين نتكلم عنه الاكتئاب العرضي اللي هو الشعور بالمسؤوليه والضغط بالمسؤوليه، وفي البعض يهرب منه لانه يلاقي انه تفاجأ انه مش هذا اللي كنت متوقعه من الزواج. قلتي أستاذة زكية قبل شوية أنه يصير في انسحاب، يبدأ هو ما يبغى يتحمل المسؤولية ويبدأ يروح لأصحابه، أو قد يتعرض لهذا النوع من الاكتئاب أو عدم تقبله للمسؤولية الجديدة، لأنه والله صار عندي طفل، صار عندي مسؤوليات أكثر، صرت ما أقدر أطلع لأصحابي. النمط نفسه يصير النمط عنده اختلف، هو متعود على أشياء محددة، دخل عليه نمط جديد اللي هو شاركني في تربية هالطفل. نعم. فهو يبدأ يصير يعني ما عنده قدرة، يعني مثلا ما عنده قدرة، ما عنده خبرات، ما تعود، أسباب يمكن نفسية بعد ما تساعده،
ممكن مادية. تكون أسباب مادية، فهو يبدأ يعني يبتعد شوي شوي. أول ابتعاد اللي هو ما يشارك، يصير يعني ما يشارك حتى بالكلام، بالفرحة، بالأشياء هذه، يسحب نفسه، يسهر مع أصدقائه، يطلع، يخليها طول الوقت مع الطفل طول الوقت. يعني تخيلتي الوضع كيف يصير. بعدين هو أساسا اكتئابه من إيش؟ هو اكتئابه من اللي يعني من الوضع اللي نحط فيه، ما يبي يتحمل مسؤولية. هو ندور على هذا الموضوع، في بعضهم يتحمل المسؤولية. حنا نقول ينربط، يتربط، هو يعني يتقيد، صح، أو يتقيد هذه بالفصحى مثلاً، يتربط بالعامية، اربطيه بالعيال. أيوه هذه اربطيه بالعيال. وأهم شيء شو أول ما تتزوجين خلفي استاذة زكية، لا شوفي يعني هو إذا مكتئب الاكتئاب يجي بالتدريج، ما قلنا في مرض في عارض. هي بتكأبه من كثر ما كل سنة جايبت له طفل، يعني شيء طبيعي. تقصدين عدة أطفال، نتكلم عن الطفل الأول يعني. هو الطفل الأول، خليني أحكي معك أنا وياك عن الطفل الأول عشان نبسطها شوي لكم. لما أنت تتزوجين وأول سنة ما يكون في تخطيط أنه أنت تجيبين طفل، ف يعني لا تخطيط، ولا هو مهيئ نفسه ولا هي حتى مهيئة نفسها، بيصير مربطهم الطفل، لا هم قادرين يطلعون، لا يسافرون، لا يروحون، لا يجون، ما يقدرون يحطونه عند أحد. هذه كلها مسؤوليات. طيب نرجع لنقطة التخطيط. أنا أقول هذه الأشياء تجي أصلا من الخطوبة، يعني لما يجي يتكلم معاها يقول لها أنا ترى أحب الأولاد، أنا أحب شخص. طب يمهل نفسه سنة سنتين يا أستاذة زكية، تقول له أوكي بجيب أولاد عادي، بمشي أنا معاه، بس بجيب طفل واحد أو طفلين. هو يبغى عدد من الأطفال، يبغى ذرية مثلا. في المقابل ما في تخطيط، الأشياء اللي يعني الترفيهية الكمالية، السفر، هذا حطوه على جنب، بدأوا يربون الأطفال. طيب هنا انتهت حياته. بس حنا نقول ليش ما تمهل نفسه وتمهله هالسنتين الثلاث سنين، خليه يتشفق انه يبغى طفل. لما الواحد يكون رغبته الداخلية مش الشفوية، دايما نقول حنا نبغى اطفال، بس لما يكون في عندنا اطفال صدق تحسي مسؤولية، يعني انت تجيبي يعني تحسي مرة مسؤولية، احسها مسؤولية. فهنا متى يتشفق الرجال ويقول انا ابغى طفل، هنا احملي. اما هذه اللي كل يوم جايبت له طفل يعني وين يروح وش يسوي؟ لازم يهرب لاصحابه، يهرب للاستراحات، لازم يهرب للاستراحات. احنا الفنانات نادين جيم معروفه جدا، يعني كانت ملكه جمال لبنان او العالم، كمان كانت ملكه جمال العالم، كانت اول ما تزوجت تجيب كل سنه طفل. ما قال لها شيء الين دحين يحبها. فيمكن هنا المشكله من جد عندنا انه احنا ما بنخطط. يمكن فعلا نحن نحتاج ان نعرف يعني ايش تخطيط، نحتاج انه نفهم من جد ايش هو التخطيط، ايش المسؤوليه اللي هتجينا. اذا هي تقدر تجيب كل سنه طفل والحياه جميله جدا، وعلى قولتها يعني كمان في احدى المقابلات انه هو يقول لها انا ما في عيش بلاكي، يعني ابكي ولا ما الله يسعدهم. الله يسعدهم. استاذه زكية في ناس، شوفي هي لانها شخص اكيد اللي تكلمين عنها هذه شخصيه يعني مجتبع، شخصية مستقلة تعتبر، يعني لها قراراتها ولها تخطيط خاص. حتى لو هو ما خطط هي لها تخطيط خاص فيها. حلو. طيب كنا بخطط حتى في عنايتها بنفسها بعد الولادة وعودتها للمجتمع. ترى لا احنا ما نقلل، يعني لا لا احنا ما نقلل من اي امرأة سعودية، ولا نقلل انه هي ما تهتم بنفسها او ما تهتم بمظهرها. لا اكيد، يعني عندك اكثر مثالين ما حيين اكيد. لا المرأة السعودية تهتم بنفسها يمكن اكثر من اي مرأة ثانية، وحنا يغارون منها. بشرك يا استاذة زكية. بس اللي خليني بس شوي ونرجع لك. اكيد استاذة زكية في عندنا استطلاع للرأي، سألنا الناس بالشارع ايش رايهم بهالموضوع. خلينا نشوفه سوا. اوكي عشان نشوفه سوا وراجعين. لا ما هذا غير صحيح، بالعكس يدخل على في قلوب الوالدين الفرحه والسرور والنشوه بالفرح، لان اول مولود له طال عمرك بيطير من الفرح والسعاده. يعطيك حد في كل شيء من حياتك، مثلا انت تتاخر عن البيت يعطيك حد انه لا ما تتاخر. حقيقه يمكن البعض يمكن يكون ما هو مستعد او متهيئ ان يكون عنده ابناء نفسيا. ما في اكتئاب، ان المولود الاول يعطيك حياه في البيت يعني ويغير الروتين. والله بصراحه لا، انا احس انها كانت مصدر سعاده، وبالعكس انبسطت في وجود الابناء، ما سبب لي اي اكتئاب لله الحمد.
يمكن اغلب الردود جت انه ما كانوا متهيئين نفسيا. عشان كذا قلت لك استاذه زكي خليهم سنتين ثلاث سنين يقعدون يخططون مع بعض. اساسا لما تتزوج لا تنسين انه المجتمع له تاثير يعني على المراه. تلقين الام مثلا تقول لها لازم تنجبين يعني نفس الصحيه بتربيه ولا انت بتربينه، لكن انت بتكتئبين ولا هي. احنا نتكلم عن القرار يعني جب. القرار مشترك، لازم يعني تاخذ وتعطي، يعني لازم يبعدون عن خلاص الرومانسيه والحب والشغلات هذه، يدخلوا في موضوع تخطيطكم مع بعض، عرفتي يعني، بحيث انها تقول له يعني انا انت حاب مثلا تجيب اولاد، انا حابه اجيب اولاد، كم متوقع نجيب؟ ما فيها شيء. هم يستحون اكثرهم ما يقولون هذا الكلام ولا يسالون الا بعد ما تجيب ثلاثه اربعه، وبعدين تبدا تقول انت اللي طلبت، عرفت الاولاد. الزوجه اللي تبدا في التخطيط والكلام هذا ولا الزوج؟ انا اعتقد شوفي انا اقول لك المراه الحين ترى تغيرت مو زي اول. اتوقع انها عندها قدره انها تجلس مع الخطيب وتتكلم عن هذه الاشياء قبل بدايه الزواج نهائيا، حتى قبل الزواج. حتى قبل الزواج جميل، لانه ممكن هو يكون بعد عنده شفافيه اكثر، يوضح لها اموره الماديه مستواه، ترى مو كل الناس يعني الناس طبقات، صح ولا لا؟ صح. وحتى هو مستعد انه يتطور بالمستقبل علشان هذا الهدف، لكن لما تحطينه كذا امام الواقع صح ولا؟ طيب معك حق. يعني الواضح انه الحالات كثير والمؤثرات كثير. صح. كمان يعني هي تخطط، هو يخطط، تكلموا من قبل الزواج، من بعده هي عندها نيه، هو ما عنده نيه، الحالات كثير. فاللي توقعوا انه الحوار مهم بينهم جداً. بشفافيه مهم. جدا مهم. صح. حتى الامور تكون ماشيه تمام، كل حاجه بكل حاجه. ايش في زي ما انتم، انا بقول لكم يعني بعض الاشياء السلبيه، يعني لما تتزوج بعضهم اول حاجه تسويها اللي اشوف يعني تغير ديكور البيت على طول، ما يكمل سنه ومغيره ديكور البيت، تخيلتوا؟ وفي نفس الوقت حامل جابت لها طفل، غير كذا الاب خلاص يبدا يسحب روحه يدور له اوفر تايم علشان يضبط من الناحيه الماديه. والله بدل الاوفر تايم يطلقها ويروح يتزوج واحد ثاني. والله من جد يحط فلوس مره ثانيه، يحط فلوس على واحده تخطط وياه، صح ولا لا؟ لكن طيب اذا كانت هي يعني امراه عامله بعد او موظفه يختلف الوضع بعد. انا أتوقع. والله ما ساعده، انا ماخذه واحد ابغاه يصرف معي من جد، ابغاه يصرف علي ولا انه اساعده؟ غير شوي عارفه شو الوضع يعني، كيف راح نصرف، كيف راح نكون. لكن ما تكون مش موظفه ما عندها يعني خلفيه، صعبه شوي انك انت لازم الزوج هو اللي يقود الموضوع اذا كانت مش موظفه. نعم. بس اذا هي موظفه لا. انا اشوف انه دحين يعني يمكن انا اختلف في هذا الموضوع شويه مع زميلتي، لانه الحين يمكن كثير من الشباب والشابات لما خلاص يكونوا في مرحله الزواج انه احنا هنتساعد، مو زي اول يعني. اول خلاص كان كل شيء على الرجل، دحين لا، صار في من جد شراكه ما بين الرجل والمراه. ايوه، وفي اتفاق. بس كذا يصدمك يلا اصرفي يلا ساعدي. لا طبعا، لا طبعا، يكون في اتفاق في كلام من البدايه، حتى من قبل الملكه ودي الامور انه في اتفاق. حتى المفروض ما تشترك كده. يعني المفروض ما تشترك. صحيح، هذا المفترض، هذا المطلوب. وحتى لو اشتركت شيء بسيط يعني ما مو مره تكرم منها هو. صح صحيح، تكرم من صح. هو اللي ينفق، هو اللي مسؤول. لكن نرجع لنقطة التخطيط أستاذة زكية، لو تسمحي بس توضحي لنا كيف نخطط سوا. أنا خطط وأنا حامل، يعني أنا والله العظيم أنا واحدة من الناس. أنا عارفة. أنا أجي أقول ترى أنا ما أعرف أدرس، يعني أنا من جد أنا حجيب وأنت ربي، أنا أجيب وأنت ربي. أنا بقول هذه كلمة لأخواتي بس، إنه بشكل عام إنه كمثلا مدرسة، يعني أنا عندي التخطيط يبدأ من مدرسة. أنا ما أعرف أذاكر لها يعني وأدرس، لأني أعصب، فما يصلح. انت يعني متى يبدا التخطيط؟ كيف يكون التقسيم ما بينهم؟ هل هو صحيح انه مثلا السيده تشوف ايش النقاط اللي هي ضعيفه فيها وتعطيها للرجل، ومثلا هو يشوف النقاط اللي هو ضعيف فيها ويعطيها للسيده؟ انا كذا بسوي بصراحه. طيب شوفي، هو اول حاجه لما يبدون يخططون، طبعا خلاص جابوا الاطفال، جابوا الطفل الاول هو دليل نجاح الحياه الزوجيه، الطفل الاول، مو الطفل الرابع ولا الخامس، مو بعد ما تصير خلاص صاروا في يعني مشكلات متعددة بعدين يبدأون يخططون، لا. يعني حتى لو صار في تخطيط بيصير تخطيط يعني لاحق، يعني يلحق على ما صار يعني. لكن التخطيط في البداية يشمل في الدرجة الأولى كم عدد الأبناء اللي بنجيبهم، طاقتنا حنا المادية، مستقبلنا كيف راح يكون، تعليم الأطفال في مراحل راح تتطور، راح يكونون جامعيين في النهاية، راح يتخرجون، راح يتزوجون، لازم يفكرون بهالطريقة، لكن تكون مرحلية. يعني مثلا 5 سنوات الأولى من الزواج يصير فيها تخطيط مرحلي قصير المدى. مثلا يعني مثلا التوفير، لازم يكون عندهم توفير. تمام. أوكي؟
الشيء الثاني الكماليات ما يلغونها لكن تكون في حدود المسموح فيه، مثلا كانوا يسافرون كثير مثلا يطلعون واجد يخففون عدد السفرات عدد الطلعات، ما يعني يشدون الحزام إيه، بس انه ما يقطعون نفسهم عن العالم، لا يكونون اجتماعيين مع اهله مع اهلها مع اصدقائهم عادي ولكن في حدود المسموح. الطفل اذا عاش في هذه البيئه بيكون مره مره ناجح يعني، لكن لما يجي تخيلي طفل عايش في بيئه عكس هذه وقاعد يشوفهم يوميا هم يتناقشون ويتخانقون وعندهم سلبيات كثيرة على هالمواضيع، ايش راح يصير في الطفل؟ ما راح يطلع الطفل يتأثر نفسيا. يتأثر نفسيا. طيب. التخطيط بعد الشيء الثاني، التخطيط انا اقول دائما المكاتب الاستشارية النفسية والاجتماعية لا ما قامت بدورها صراحة عندنا، يعني انا مثلا لو بنظر نظرة مستقبلية وبنتي مثلا تتزوج وفي مكتب استشاري جيد ممتاز جدا، يعني انصحها تروح هي وزوجها خطيبها وخلاص يعني ملكوا بيتزوجون يروحون عند هذا المكتب يعطيهم خطه كامله لمده 5 سنوات كيف او السنه الاولى على الاقل. هل انتم من امكانياتكم راح نعرف في امكانيه تنجبون، في امكانيه انكم تطورون، في امكانيه تمتلكون بيت، تمتلكون اشياء كثيره في الحياه، ليش في ناس مختلفه وهم متزوجين في نفس الفتره؟ طيب بس خليني أسألك سؤال كذا على السريع عشان يعني نقدر نعطي إجابة لهذه الحالة النفسية والاكتئاب اللي ممكن يصيب الأهل سواء الزوج الرجل أو الإمرأة. ما خططنا وقع الفاس في الرأس ودخلنا في مرحلة اكتئاب، إيش نسوي؟ إيش الحل؟ كيف نقدر الحل؟ لازم الزوجة تحتوي زوجها، يعني الزوجة تحتوي أيوة زوجها. لازم الزوجة تحتوي زوجها. أحيانا تقول هذه أزمة وبتعدي على قولهم أو أيوة. اكتئاب عارض، لا هو مش عارض، هو يتحول من عارض إلى مزمن أحيانا إذا ما انحل، لأنه المرأة طبيعتها تعبر تتكلم لكن الرجال ما يتكلم صح. الرجال يعني إذا في شيء يجرحه شيء يعني يأثر عليه ينقص من قدره كزوج كأب صحيح. كرجل في المجتمع نظرا لتربيته، يعني أنه هو القائم هو اللي مسؤول عن البيت. إحنا نقول مشاركة بين المرأة والرجل، لكن إحنا نقول الرجل يعني عنده كذا صفات معينة. لا صحيح، أنت ما تبكي، أنت ما تزعل، أنت ما تضايق صح. فتلقينه فهي تحتوي، هي تحتوي بكيف تصبر عليه، تحاول شوي شوي تتكلم معه أول بأول عن المشكلة. لازم هو بعد يعني شوي يفكها على قولهم، يعني يحاول يقول أيوة يصير عنده مرونة بسيطة. أحيانا ما يقولها المشكلة لما تصير، يعني خاصة في العمل ترى هو يهمه العمل أكثر شيء ما يهمه البيت. يقول نجاح الرجل في العمل يؤثر على البيت عكس المرأة، المرأة الموظفة فشلها في البيت يؤثر على عملها. صحيح. واو. حالتها النفسية يمكن أغلب النساء كذا على طول تتأثر. بس دائما اللي احنا نقوله أو إذا نبغى نختصر الحكي هذا كله أستاذة زكية، نقول أنه البنات لازم يعطوا نفسهم مهلة حتى بعد الزواج، أنه على الأقل 2-3 سنين خططي وانبسطي، يعني انبسطي بزواجك مش اول ما تتزوجين على طول تحبين الطفل. السنتين الاولانيه، السنتين الاولى فانت انبسطي فيها. ولا يعني في شيء ثاني بعد يا استاذتي، انه السنتين هذه تخليها تقرر هي تستمر معه ولا لا. صحيح. صحيح. مرتاحه ولا مش مرتاحه. المساله مش زواج يعني مركب بيت واثاث ومدري ايش وعائله وناس، لا انا وانت خلاص يعني مع بعض. انا دائما اقول اول سنه هي السنه الحاسمه، يا انه تنفصلي منها يا انه تستمر. حتى الانفصال بيكون باقل ضرر صح بعد سنتين لا قدر الله، يعني أكيد. اذا ما في اولاد كمان اكيد بتكون يعني الحمد لله طلعت سالمه. يعطيك الف عافيه استاذه زكيه، شكرا لك. عافيك، شكرا لك. نورتيني، اهلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين.